الانفلات الحاصل في الوسط الفني هو سبب استقالتك من النقابة، اللي قصدته تحديدا؟ احنا لقينا ان في تراجع بالنسبة للتشغيل اعضاء النقابة وخريجي المعهد العالي في المسرحية. ويهاجم حتى كريم الممثلين بعد استقالة والده، بقت جمعية أهلية. فليه بقى هو قال كده؟ هو عشان بقى التركيز الأول للنقابة بقى على الإعانات والمعاشات والعلاج والحاجات دي كلها. موضوع التشغيل راح من إيدينا. هو طبعا احنا مش قضيتنا الأساسية التشغيل، إنما هي بقت الحكاية مكاتب كاستنج كتير جدا بتتعمل وبيرشحوا ممثلين وبيعملوا اوديشنات، مساعدين إخراج كتير جدا جدا، كل مخرج مع مخرج مساعد، ما عندوش أغلبهم، مش هقول كلهم يعني، ما عندهمش مواهب في اختيار الممثلين، هم اللي بيعملوا الأوديشن والحاجات دي كلها. فالسوق والشاشة اتملت بنات وولاد ما لهمش علاقة لا خارجين معهد ولا أعضاء النقابة ولا، فبقى عندنا مخالفات نقابية، بقى في انفلات في المهنة، بقى في ناس موهوبة جدا ومن أعمار كتيرة جدا وأجيال مختلفة قاعدة في البيت وناس ما نعرفهاش. دكتور بيمثل، مهندس بيمثل، مش عارف ايه دي بتمثل، يعني انفلات، في انفلات. حاولت تضبطه؟ مش انا لوحدي، انت والمجلس والمجلس والنقيب وبتاع والحاجات دي. ففي الحقيقة الدولة خدت بالها من الحكاية دي، فابتدت هي كمان تساعدنا في هذا الموضوع، وابتدى بقى ايه في مجموعة من التغيرات تساعدنا احنا كنقابات على تخطي المشكلة دي. طيب تستقيلوا رئيس المجلس ما يتواصلش معك صح؟ تواصل معك؟ طبعا من أول يوم. ولم تنقطع حتى وأنا مستقيل. أنت لأنه في إلك فيديو طالع متكلم بالصوت وبالصورة بتقول أنه ما كلمكش وربما يكون مشغول، حتى بررت الموضوع قلت فيه أنه ربما يكون مشغول. ده يمكن في الأسبوع الأول أو العشر أيام الأولانية كان بيديني فرصة أن أنا أفكر كده، إنما هو اللي رجعني. هو اللي خدني الأكاديمية وكلمنا وقال لي في تغيرات هتحصل وكذا كذا 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 وكلمني. قلت له أنا خلاص أنا معك من دلوقتي. يمكن كان في الأسبوع الأول أكيد. أبناء الفنانين مظلومين معاهم سامي؟ مش كل أبناء الفنانين. ابنك مظلوم معاك؟ جدا. ليه؟ انا في، هو بعد ما اتخرج بالمعهد انا اشتركت في النقابه، دخلت النقابه. ومن لحظه دخول النقابه وانا كان اهتمامي كلها بقى ايه نقابيه وان انا اشارك النقباء في سياساتهم والتشغيل والاعانات والمعاشات والحاجات دي. فهو يعني بعد شويه عن تفكيري في الحته دي، لان انا عشان ابني اقدمه الاولى ان انا اقدم ولادي، ولاد النقابه كمان. فيبقى راجل فير يمشي، الناس وثقت فيا. يعني انا في اول انتخابات ليا خدت اعلى الاصوات يعني بشكل كاسح. فكانت الحكايه دي زي ما تقولي كده ايه، يعني كانت الزام ليا وعهد بيني وبين ربنا ان انا اقف جنب الناس كلها، فحاولت بقدر. فاللي دفع الثمن يعني كريم الى حد كبير. سبت النقابه فتره كده بتاع وابتديت خلاص بقى انا حر نفسي، فابتديت اشتغل. فالحكايه مشيت، لقيت الطلب في فيلم ولقيت الطلب في مسلسل والطلب في مسلسل تاني، فابتدى يشتغل وخلص. فقلت لا يا واد بقى ايه، خليك ساب النقابه. لقيت بقى ايه ان الدنيا برانا ابتدت تتغير شويه لصالح المهنه، لصالح مهنه التمثيل، ان يبقى التركيز شويه على الممثلين. فقلت ارجع تاني واشارك بقى ايه النقيب واشارك الاعضاء في المسؤوليه دي.